رب العالمين، صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، كسر دوادا Language and Computer College كلية لغتها يو حاسوب كما كمبيوتر لغتها يكتب اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، هي اللغة الصومالية. ما أنت بثي جانا وحكوسها بسي هاي قصة قصيرة وقصة بسي شكر الله إلهي سبحانه وتعالى مهدين تيسا الله مهدين تيسا فضلا عن قاعد سنيا أرديهم أما عدة كستوء إلى سعطة وحنكو عدسنا إياه إن أي سوء قرآن ماشي أي جوغان أي كسوء بطيقا مباشر كأكا كتيران إيو مقاعدو تاسوحي فدودين ساقوفكا أرضيقا إلى نسل سعو كرنو وحنكو عدسنا إياه إن أوقوفكا ستابة شير قريب سؤالها اللي ويدي أنا كسو قرأ كمان كسو قرأ سي أي نقول نقطة أداد على الخير كفاعله قفك ولا لك يقفك كذا قف خير قف تصاع سيدي نسمى يكدي لي كهذا أشر بعد كوتش هذا تجرب سي هذا أنا تجرب إن الفائدة يكون مغرسة أنا سلاس عنه بس تجرب مباشر كمان كسو أبسيني هاي مين اللي قصة جابن أو قصة أبسط شكر الله إلهي مهدين تيس شكر يجو سدي سوا عرفاء نعمتي نعمتي الله سبحانه وتعالى يعني اعترافتي عرفاء نعمتي وإظهارها و والثناء بها إظهارها والثناء بها نعمتي الله كسيين أو آب موجستي أو آب اعترافتي وأن أمان تد عندك حاول يكون نعمة سيء جلادة يفضل يقول ما كان عندك جلادة يفضل يقول وحنا قنك طاع عد بني آدم وحنا قنك طاع الله وحنا قنك طاع عد بني آدم أه أو جلادة يفضل يدرات يوح كسي يكون نعمة لكن نعمة حقيقية هاي وطاع الله سبحانه وتعالى الدون كسر وقول نعمه نعمة سنة ونعمة الإسلام والإيمان ربي جاي وحوري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت الدين تيني وانت إذا ما يسرى واحد كان مغني مجر حجة الوداع أي حوري إسوء نبقى جوب عليه الصلاة والسلام يقصدك اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت الدين تيني وانت إذا ما يسرى وأتممت عليكم نعمتي نعمة ذي ما يدخل قال الله ذي فضل جيدي وأنا دخل الله مستر ورضيت لكم الإسلام دين وح لقد قال دكتور الدين تا إسلام هي اللي كان عليها آيات قال لا عبد ولا يرضى لعباد الكفر إله سبحانه وتعالى أدوم مديسة قال لما أكمل عليها مو قال لي هاي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخواني في الله ولا ليال قصة الواحد قصة بسنتها بأن شكر الله شكري قناة السلعة ينصر شكري وقف اعترافة أو موتستة نعمتي يفضل لي حويان وقوك الله بيس قال الأب أبي بايلي لابنه إنك يسوح كيري إنك يا بني إنك أذو يا بني إنك يجيو تحب واحد تعيش هاي من يساعدك واحد تعيش هاي محي من يساعدك عدك عاوسة واحد تعيش أفضل ستاني وتعيش هاي عدك عاوسة قال الأب أبيه بايري لابنه إنن كيسي بحكو يري يا إنك عدو يا بني إنن كيجيو تحب واحد تعيش هاي من يساعدك عدك عاوسة ويقدم لك خدمة ويقدم لك خدمة وحويان كو قدم أوكوسية خدمة أوكو شقية أوكو راح نحلية أيا تعاشا فتجب فتحب أمك هو يلا وحبو تعاشا لأنها حملتك حقوق عطي عيوشين حملتك
حيوشين أي هويلة وخاد سقال بلد بعد الوجود حملتك في بطنها علوش يدك وخاد هويلة سنة ستوجه أغاد وأرضعتك حليبها عنها يدين ويكون وجسي لكو أصوى أرارنا يا أصوى أرارنا يا أرارتو حوي حلالك كوريا حلالك وجهد إياها الدونس مركب حوصى أرارنا إله سبحانه وتعالى سيضم سكون الليل مركب عليه هاي فتحب أمك هو يضوات عشاء لأنها حملتك وحيكو حمارتك في بطنها على وجه هذا وأرضعتك ويكون مجسي حليبها عانه يدي بكسيسي ويكون مجسي وسهرت من أجلك أولا أي أسو جيدي وتقوم بعمل كل ما يريحك غريبا تقوم بعمل كل ما يريحك عمل كسر هي الشقة كسر وعادقة تكون راحة سنس وتكون راحة لغنس أي يقومت حديتها هنا كل قصصة حديتها هنا مربع محيطي مربع لنا حكوبة دشا حديتها هنا كل سو جيد حديتها هنا عانية دكسيس حديتها هنا حويات هنا كل ما تطلع ويجب وسهرتك ويكون سوى جيد من أجلك أولها يضعوك مصا بكل بعمل كل ما يريحك عمل كستقو أليك رهن قلني وتحب والدك أبها نواج عشر أبها أكنك والد يا والدة أياك رجدة والدة وهو يلعدي تعالى ربضه والد أدي لي رضا وأبا والدان أدي لي رضا وأبا أبوان أدي لي رضا أبيهم على قارب يلي هو يدنا ويكون تامرك أبوان إلا لبا أبي مجراني وهو يي أبا لجينا سقمران وكلا طيح يغره يا عمران وكلا عمر بن الخطاب يا أبو جهل وكلا مركا وحيوان عصر جلال وتحب والدك هو يضع وتعيش هاي أباه وتعيش هاي لأنهم حايرين حدوش على أبانا ينفق عليك وكبيرة ينفق عليك بالموسية وكنا في قيا ومصارفتي غيرك أيوب أوش أصوب ما ينفق عليك نعم ويعمل على إسعادك وحكش غيا سعاد أقولي سنة هذه السعادة يقولي برا على أدوهيلها وتوفير ما تحتاجه وهو كل ما يسترع وكسر وفيا ما تحتاجه حب بحنطها وحكا صوته بحنطها هنا وكو وفيا أبها نعم أفلا يحب ميانا أفلا يحب عليك أفلا يجب عليك أفلا يجب عليك ميانا واجب كون غنين أن تحب الله إن إلهك علاتي وقد أنعم عليك نعما كثيرة سواء الله كون نعموين آذ فربطا فهو الذي خلقك وك إلهي وك أبوري وميزك بالعقل عقل قال انا لما يشتريو كاسو اي حيوانك عقلك وسيه ميزك بالعقل حيوانك كاسو اي ميزك بالعقل وجعل لك راسا حكويه للمدح واذنين هي لبا دغود وعينين هي لبا اندود ويدين هي لبا قعمود ورجلين هي لبا لغود ولسانا ينطق يعرب حطي وعصرني وجزء كمد نعمد إلهي ثم هداك دردة إلهي وقومي وإن تعدوا نعمة الله هدات استرادا تريا نعمد إلهي لا تحصوها ما كوبي كرتا نعموين إلهي سبحانه وتعالى الدوم ليسسيو لما كوبي كرو جزء كمد أيين إشان لما دقود لما إندود لما حويان قعمود لما لغود واسن شاكم
من خط وتكون نفسنا سيدو نفس كسو جيدس هو ذاك اللي كتورس كربون كذا كتورس أكسجين ده الحق هذا بس وحيا ما أسو إلهي سبحانه وتعالى إذا سيدي ووح لقو شكري أو حدين نفت على إلك حرام أنه طقاح وجوده تقولي معنا ولذلك سيدا درتيد فالأولى وحا أولى أو مضن لك أذيكم كون مضن يا بني إلين كيبو أن تحبه إلهي إلى تعالاتي وتشكره إلى كل أنا المهدسي على جميل فضله فضله إساس قرح ببضله يقلد إساس عليك وقلد إساس وعظيم إحصانه إليك نعموينك وهوين وقلد إساس وحيا الله يقول إذن حكمت كو كو وحيا الله يقول إذن حكمت وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا الشكر قيدوا نعم الله بالشكر قيدوا نعم الله بالشكر نعموين كإلهي كد برادة وكو قبصدة شكرك لماذا؟ وين؟ لماذا؟ لأن شكر الله يحفظ إلهي شكري سبوح حفظي النعمة نعمة أي حفظي إلهي شكري سبوح نعمة إلهي سبحانه وتعالى أدون كيس السيئة أي حفظي بل يزيدها سكتف إنه حفظي هو السيئة ديالة إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيسة وحين يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا نعموين كإلهي كشكر دان وإذين زيادينية هذا ككفر دانا وأضفرتان نعموين كإلهي سبحانه وتعالى أتكشكري وإذانا إن عذابي لشديد وعيد أذك أيام صعر وغير عذاب كيب ودريه وكان نعموين كإلهي سبحانه وتعالى ميوزيك هكو دقيسني حاران هكو داواني وحويان هكا قفكيري أشياء محرمات كأ مسيحة إلهي سبحانه وتعالى كزيه هي عقلك وكاغا صعي حيوان وإن إلهي سبحانه وتعالى أقول عبادي ستاه لغهن دبا لغلا دبا قعملا دبا إندلا دبا دقلا أذيك بالأهد نعمل إلهي كسي حول موقت موقت هالعريان كباعة اللومو وإيلي كوا عين كاوح رويلي كوا على ريان رضن إنه كل برقاته وحيكو جلتي هسيه سوغانتا إحبادة هاي صماري آها أيه كجل موقتها يوريان كبه تقلل موايد عين كان واحد ويلي سيدا واحد ويلي كوا على ريان رضن إنه كل برقاته فاعتبر يوم الأبصار كوا أركا يوم كل برقاته مركا نعموين كإلهي سبحانه وتعالى إنه سيه إنه كما هذين أياك وحكمت نمتاش عربية ما هي العربية شكري بقصة أروني لا يشكر الله إلهي مما هديه من لا يشكر الناس قفك أن إلهي ذلك ما هديني وقتي أروك على إلهي قيد نعم الله بالشكر استعمال كيده والحث على الشكر على شكر الله إلهي بل يقول لي قلني إن الكشفنا طلبات لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس إلهي من مهديه قفك أن ضدك مهديني ولأن لماذا؟ لأن الله هو الذي يمكن الناس من مساعدته وإلهي سبحانه وتعالى تدك أسر جديد إني يعني أمس إني سكس مستساعدان وعاويان أي إلهي سبحانه وتعالى صوف تدين وممكن يصوف قدام قدك مركا إلهي سبحانه وتعالى صوف روح ري ذاتك أوف تدي إني سك عاويان وإن إلهي سبحانه وتعالى مهديا ذاتك مهديا مركا وحلو استعمال مثل كاسنا
الحث على شكر الناس كيروح على استعمالي الحث على شكر الله دي رجلي لي دي كل رجلي لي أيها الله استعمالي شكر الله كان ضمير على استعمالي الحث دي رجلي لي دي رجلي لي على شكر الناس طب كم هذين تود فضلا وهكذا اتصل يا إنا شير كريسي ولما أنا صقرتي ما هذا إلهي سبحانه وتعالى الحمد لله أنا صقرت إيه تعالى سي أي أتى أدبيش أو حيابها لو استعمالوا حكمت شكرك أمثاش عربيات كمت الحمد ما هذا ما غنم ومكسب أو الحمد مهات مغنى وياه والمذمة عبين في العينتنا مغرم وخسارة وخسارة الحمد مغنم والمذمة مغنم مغرم الحمد مهات مغنم ميم غين نون ميم مغنم ومكسب يا وح لك اسبضا لك اسبضا ما هذا وح لك اسبضا وقفه وهو آخرين يدك أولا نوريا هديهم كوح على عضلنا ولا نعضلها هديهم كوياهم هذينا ولا ما هذينا وذا يشين عربتنا قيني وحصوب أرتين كلمة الحمد لله لماذا عربت استعمال كودو يهين الحمد لله استمرها يا حقنا الحمد لله على كل حال الأولاد أصلحهم الله إلى هين حيت هاي قاتين حويانين وان كنت وحنا طفشونا وين كنت وحنا أولادي أيوة رنيا لكن يا حويان إنكم حبارك يو نعضشة يو حوي كراهية لا هي إنك صغر رئيس حلينا قبل هاي إن أن إصبرنا وحويان أيو الصمين الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار إلهي حمو وحويان وحذننا حالك أهل النار كان إلهي بك مجد ملك الحمد لله وإن حربك كبضتها أجر بعد مروا البكية نسا صبي البيت قطوصي نسا قفكاس هدي دباطة قطة معضو ويقول الحمد لله على كل حال وحكا صوي ما دو إلهي من بكرة لا مركا تاسوات الحمد مغنم مهادنت مغنم ومكسب لكسبضو والمذمة دلعيت عبينتنا وخسارة وحويا مغنم مغنم مركا الحث على اكتساب الحمد أي الله استمرتنا الحث على اكتساب حمدي إن القفو كسبضه حمدي إيا مهاتا دروس تهالك إنك سعطة إيا قوك سرية قوك هوسية إلى أساسي هوسية جادة إلى مرحلة السرية ولقد قفو قاعد كرو وحلقة هلا language college and computer كل يد لغضها إيا كمبيتر إيا 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 كسعطة وعكمت أكل وحمد أكل وحمد خير من أكل وصمت أكل عرس وحمد يا مهادي إلهي يا مهادي أما عدي قلت يا نعم ذا خصيصي لغو مهادي أيا خير كون أكسن من أكل عرس وصمت أدرى وقدع وقف أمصر فاشن بعض عمتي منعم كي يكون نعمي إيكوسيي وين أترى الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع عن ربنا وين أترى إلهي يكون مهارسا إلهي أدون كي سوء وكيف علينا وضار السيدنا هل أكله أما هل شرك كبشو ويكون مهديه أدون كي سكر علينا
ألا تحب أن يرضى لا يقال أن يرضى ميرج علي؟ بلى قف كستاب وجعله إن إلهي سبحانه وتعالى فليك نقول سيدا أبوذي بحلقات دولية أو أنا قال لك دولية أو إنا قال لك دولية إن إلهي سبحانه وتعالى كما هذا نوينك إنه كو قال ديسك الدوم مدي السنة وحي أي إنسيان إنه كشك إنه وإنه إلهي شكرا على إحسانك وناك قاقي خير كاديس مز جزاك الله خير من صنع عليكم معروفا فكافئوه قفك وناك وسمايا كافية بالي وبدل كيسي سنسي فإن لم تكن ما تكافئوه وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام نبيك سبحانه هدانا وحاد كافي دي دوت سيس أدنان دي حايسة فقولوا جزاك الله خير ده على إلهي كعب المريض خير خير ناك كعب المريض مركا الحث على حمد من من أحسن إليك أو استعمالات أصلا الحث لرجالين تلسكو لرجالين على حمد من أحسن إليك على حمد من أحسن إليك مركا أفرقها قيب غضة وحي كمدين أمثاش عربين استعماله مالها قارك أهلا واستعماله الحث إن ليس كل إيري قرية طعب الضميسة بلو استعمالية على حمد من أحسن إليك إن أهد كم إن أهد من هذا السيد قد أكون بحسن الضميسة أودك شكرا إله سبحانه وتعالى وعلي فكلوا مما رزقكم الله الله وعلي إذنك أرزاقي حلالا طيبا تيو حرارة وطيب ونكسب واشكروا نعمة الله عليكم إلهي نعمة دي كم عادية إن كنتم إياه تعبدون في سورة النعم هداتين وإلهي سبحانه وتعالى عابده إيمان كما بروحنا إن كنتم إياه تعبدون هداتين ولا عابده ما هذه إله وحكر إلهي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي عرش هو يدين وعدك صوصاري إذنك وحاخي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سوف أمتفاه بيئة وأحرك الصلاة عليه أي إله سبحانه وتعالى بياك وعلى غيره حنشر كبير وهو إله سبحانه وتعالى روح دي قليل مضغيت كبير روح دي قليل أو قدر رزقي سي أجشي سيديو إنه شقي هي إنه سعيده إنه قول دغي سري إنه هو عذاب كلي إله سبحانه وتعالى إنه ما قدره عذاب شقي نميه إله سبحانه وتعالى وحين كبر ينا إنه قدر سبحانه وتعالى قول يا برواقي الحيرة مركا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إله سبحانه وتعالى قولي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حذي يا ري أبصار إن أضحكوا أكثر السمع يضحكم غشان إن أضحكوا أركتان قلوب أضحكوا يا غيسان وضحيوان كدوناتان لعلكم تشكروا محمد أنتين إلهي سبحانه وتعالى إن أما هذه السان هي مدنتين مركا وحيابها صعود من وحي كتسين أيان إلهي سبحانه وتعالى إن دب وقلنا قلوا صوم قلوا طوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المدنمون لقمر كو الدنبابة ولا مهرن لكن أيها المؤمنون حتى المؤمنين تا أيالي أيها المؤمنون صنوضا إلى أي كوين المؤمنين تا إلى صنوضا مؤمنين تو لا صنوضا أقول البين آيات عن دوري إن الدين شرع وحيتها ربي جاء وعري إن تكفروا فإن الله غني عنكم حدار كجالودان إلى هي غريب ذكي إذن ما بحنا
وإن تكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا إلهي ما حدثنا وإن كذلك قوي. إن تكفروا هذا إلهي قالوا ذن فإن الله غني عنه وإن تشكروا يرضه لكم. بلدك هذا ما حدثنا وإن كذلك قوي. ما رضا الله إلهي هل أهشيس أيك وجهته. كأدونك وحيلاي كأدونك وستحسكيس صحيحها لقمة أفك جري الحمد لله أما شربة يعني أف جرينا ومركب بضي ويم حيوت الحمد لله وأدون بس إليك أنا حديث صحيح مقصود أن كلمات كأهل كقع على رنو وبدينهين وقت أو جابا أولا دور بين قصو قاضرنا وحيابا هنو كقاضرنا قشركا حكمت أه وي تقوات لأننا الله مستعان شكري جاء وحنا صانري مثلاً بس شكري أي جملة بيمكننا شكري شكر كلمة ده شكر جملة أيام دوني هنا سوق لسان شكر جملة سوق لي شكر عمله بمعنى كافأه صاصك شكر عمله بمعنى كافأه وكافي شكر عليه وحنا قرن صاع أثابه وكشري بمعنى وأبان مري شكرا عليه بكا شكري واحد من قلنك جملة إذا كنا حالة كربا إنها جملة سوء قلسان هيا كذلك شكر كلمة ده جملة سوق لسان شكرك كذلك إن أش جملة سوق لسان محي الله مستعان مثل ما قلنا يا مثلا يساعد مساعدته مساعدة عكس كذا محي أمام مساعدة لك تكير بس شو جملة قليلة خدمة الحمد لله جملة جلسان حملتك يعني حمل على ظهري هذي اللي يعرضه معناه يعني رفعه كرب وقاضة حمل على ظهري كرب وقاضة ده تورتو صارتوي لكن حملت المرأة معنى قرصة حبلت حبلت وي يعني أرقاضي حملت المرأة إلي راض حبلت وياه أرضعتك سهرت سهرت أين دونين شو بتقول سهرة معنى السهرة معنى هذيلا طال به السهر طال به السهر وحكوا بإرادي حويا سوتشيت كويا عدم النوم ويا سهر كلمة سهر كلمة شكر كما حملتها واسم جملة دولنا في القرن الله مستعان ينفق 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 كما دولنا جملة دولنا ينفق أنفق ينفق الله عليك وحبيح إلينا بدل كسكسين يا نوح وكم صرف يعني أنفق أنفق جميع ماله إلا قليلا أبو بكر يعطي طبعا أما أبو بكر أنفق جميع ماله مالك صور مبيه
هو صدقه اسعادك 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 يعني سعادتها دي كوشا السعادة هو يعني مثلا شعر بسعادة لا حد لها وحط ريما السعادة يا ريمين يا فرحة لا حد لها سعادة هو يعني شعور بالبهجة والارتياح شعور بالبهجة والارتياح توفير توفير يا الدنيا وفر الله حظه هذه الليله من كذا يعني وسعه واتمه به وفر الله توفيره وتوفيري يعني له يا زوجتي واي ميزك بالعقل واي جميل إن الاعتراف بالجميل فضيلة جميل الاعتراف الاعتراف إن الاعتراف على رضا وحوى ناس الاعتراف بالجميل شيء قوي ناس إن الاعتراف طاع وجميل وفضيلة وهناك الاعتراف إنكار جميل يلا ورذيلة إنكار الجميل ورذيلة وتخنين يليد شوية شيء يعني إنها تنكرت وناكسن ودخنين شيء وناكسن إن اعترافت وفضيل مركا أريق الجميل بعد غضر عينه وصوق إنكار جميل شيء وناك دافريسيس إنك وحنا قرصة رذيلة في ذا شوية إن الاعتراف بالجميل فضيلة الاعتراف بالجميل فضيلة فكأكو أسأل دوني أنا تشوف لذا سوق لسان دينكنا من جهتكم إحسان صاصد أك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطال من استعبد الإحسان إنسانا فكا كواس أيام دوني هنا كبلدو سوق الإنسان درسي جانا حنكو سوا ختيمة يا آياتي أن هو شاقي إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضى لكم إلى هنا نكتب في هذه الحلقة المباركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فضل واحد كعد صنيا إن أعد شاق الإنسان وقد قد بسان الدار على الخير كفايه تصار دين دار بيا صوبت واه تربضا ايا كفايه لسانه الى هنا نكتفي بهذه الحلقه المباركه صلى الله على نبينا محمد شكرا على حسن استماعكم صغائكم مشاركتكم الفعاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.